الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، هذا هو موجز لأهم وآخر الأنباء. عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للبلاد بعد مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نبوا والذي استضافته دولة قطر. ولدى مخاطبته فاتحة أعمال المؤتمر قدم البرهان شرحا للخطوات والسياسات التي يتبناها السودان خلال الفترة الانتقالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وحددت لتنفيذها العام 2030. كما قدم البرهان عرضا للتحديات والفرص أمام السودان لتحقيق الأهداف التنموية. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بالمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات السودانية القطرية في مختلف المجالات. وقدم البرهان خلال لقائه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالدوحة أمس شكره لدولة قطر على حسن الضيافة والاستقبال ولتنظيمها ودعمها الكريم لمؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا. كما قدم لأمير دولة قطر شرحا حول الأوضاع السياسية بالبلاد، لا سيما عملية الحوار الجاري بين القوى السياسية للتوصل إلى توافق لإدارة متبقي الفترة الانتقالية. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نبوءً بالدوحة أمس رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، وتطرق اللقاء إلى مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الخرطوم وأديس أبابا بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحث البرهان وأبي أحمد القضايا العالقة بين البلدين وأهمية التوصل لاتفاق بشأنها ومتابعة تنفيذ القضايا التي تم الاتفاق حولها بين الجانبين السوداني والإثيوبي خلال زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للخرطوم مؤخرا. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا بالعاصمة القطرية الدوحة أمس رئيس المرحلة الانتقالية بجمهورية تشاد محمد إدريس دبي. وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وترقيتها. وأمن اللقاء على أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة بجانب تقوية التنسيق بين الخرطوم وإنجمينة في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا للمصفوفة المحددة والالتزام بالتوصيات كافة التي خلصت إليها ورشة جوبا. وجدد دقلو خلال مخاطبته ختام ورشة شرح مصفوفة السلام التي عقدت بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية بسوبا أمس، جدد دعوته للمجتمع الدولي بدعم تنفيذ اتفاق السلام، ودعا غير الموقعين من الحركات إلى الانضمام لمسيرة السلام، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الحالي سيكون دافعا للآخرين للامتناع عن التوقيع. نهاية الموجز، أنا أشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.